الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. دولة الأخ العزيز الدكتور عبد السلام المجالي، معالي الأخ العزيز عبد الهادي المجالي، الأهل والأخوة أبناء عشيرة المجالي وأبناء عشائر الفرق عموما وأنسبائهم وأصدقائهم وأقربائهم. نحن اليوم في بيت من بيوت الأردنيين الكريمة. فاسمحوا لي أن أتقدم إليكم جميعا بالشكر والعرفان على حسن استقبالكم لنا في بيتكم العامر. هذا البيت الذي يشعر كل من يدخله بشهامة أصحابه وعزتهم وأصالتهم ولبن أخلاقهم وإفعتهم. كيف لا وصاحب هذا البيت العامر هو أبو سهل الباشا عبد الهادي المجالي الهاشمية، فلم يبخل يوما على وطنه بنصيحة أو خدمة، ولم يتوانى يوما عن أداء واجبا. نحن اليوم في بيت رمز من رموز الوطن، أفاض صاحبه بعطاء غير محدود في مختلف المجالات العسكرية والسياسية والمدنية. وباسمي ونيابة عن كل من حضر معنا من أبناء الأردن، نسجي تحية المحبة والاحترام والتقدير للباشا الذي سطر تاريخه بأحرف من نور، فكان على الدوام لكل الوطن ولكل أبناء الوطن وفي خدمة قائد الوطن. فأنتم بعطائكم اللامحدود ومكارمكم وأخلاقكم تحظون باحترام وتقدير الجميع صغيرهم قبل كثيرهم. معالي الباشا، لم نعرف يوما عنكم إلا صديقا مفيدا للجميع وفارسا من فرسان الوطن، شجاعا في قول الحق، مدافعا شرسا عن الوطن وقضاياه. ولم نعرف عنكم إلا إنكم وخلال مسيرتكم الخيرة استطعتم بما تحملون من صفات إنسانية رفيعة أن تكونوا الأقرب إلى قلوب الجميع، وإنه انطلاقا من إيمانكم بالوطن وضرورة نهوضه شاركتم في مختلف ميادين العمل العام وميادين العمل السياسي والحزبي المرتبط بالمواطن وهمومه، وأصبحتم عنوانا عريضا للعمل السياسي الوطني، وساهمتم في عملية البناء والانتماء لقيادة واحدة ووطن أوحد. الأهل والأخوة أبناء عشيرة المجال وأبناء عشائر الفرق عموما، تعلمون ويعلم الجميع أن الوطن يمر بظروف وتحديات عصيبة فرضتها علينا الظروف المحيطة بنا، وخاصة بسبب ما يجري في سوريا والعراق وفلسطين. ولمواجهة هذه التحديات يجب أن نكون جميعا صفا واحدا موحدين خلف قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه. فهذه الحالة الوحدوية تمكننا من التصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره. وتعلمون أيها الحضور الكريم أن التصدي للمتربصين بنا وخاصة من قبل قوى الإرهاب والتطرف يحتم علينا جميعا أن نكون على قلب رجل واحد في تحمل المسؤولية الوطنية. فالوطن يقوى بأبنائه ووحدتهم ومحبتهم وأخوتهم وتلاحمهم وإيمانهم به. الأخوة الأفاضل، جئناكم من اليوم إلى بيوتكم ومضاربكم العامرة بالمحبة والنخوة والشجاعة والفروسية والطيب وكرم الأخلاق، وكلنا أمل بصفحكم وتسامحكم عن كل ما صدر وغدر من أخوكم وابنكم وصديقكم ورفيق دربكم مثل حرقين. فما حصل منه كان في لحظة غضب، وهو خطأ غير مقصود مطلق. يأسف له النائب الرحيمي شديد الأسف، ونأسف له جميعا، ولا يمكن أن نقبله. إن علاقات الأخوة والمحبة التي تجمع بين الباشا أبو سهل وأبو بشار علاقات قوية ومتينة قائمة على المحبة والاحترام،
وهي علاقات ممتدة منذ سنين عززتها الروابط الأخوية والتاريخية. التي تجمع بين عشائر الأردن كافة وخاصة ما بين عشيرة المجالي وعشائر بني حسن. وقد كنا على الدوام في الأردن نقف جنبا إلى جنب صفا واحدا من أجل خدمة وطننا ونهضته وعزته. ومجتمعنا اليوم في هذا البيت الكريم وبوجود أهله وناسه الطيبين إلا ما هو إلا دليلا على عمق العلاقات وشائج الصداقة والمحبة والطلبة التي تجمع بيننا. الأهل والأخوة أبناء عشيرة المجالي خاصة وعشائر الجنوب عامة، أيها الأكارم، حضرنا إلى مضاربكم العامرة للتأكيد على أننا سنكون دوما على قلب رجل واحد، نلتفون حول الراية الهاشمية لقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني. وجئنا إليكم اليوم وكلنا أملا بتسامحكم وصفحكم بخصوص ما بدر من أخونا النائب الرحيم في لحظة غضب وانفعال، فأنتم أصحاب الأولى وأهل النقوة والشهامة والحمية. بوركتم وبوركت جهودكم وحفظها الله الأردن وشعبه وقيادته الهاشمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دولة الأخ الطيب فيصل الفائز وأصحاب المعالي والأعيان والنواب والجاه الكريمة، أهلا وسهلا في بيتكم. سأكون مختصرا وأقول بالنيابة عن أبي وعن عائلتي أقول ما ذكرتم من التسامح فهو ورثناه عن آبائنا وأجدادنا ولم نتخلى عنه. هذا التسامح كما علمنا من آبائنا هو مصدر القوة وليس مصدر الضعف، ولذلك هو أيضا مصدر إزالة الفتنة من الطريق. ونحن بذلك نقف إلى جوار إخواننا ونعتبر هذا الأمر وكأن هذا الجرح لم يبقى، ولكن ما يهمنا هو أبناء الشعب والجنوب والأردن بالصفة العامة، ما أصابه من جرح وما أصاب صفحته الناصعة من أذى. نرجو الله أن تزول وأن يأخذ الحق مجراه، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دولة الأخ أبو غيث، الأخوة الجاهة الكريمة، من كل الوطن أبناء الوطن مساكم الله بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا أريد أن أزيد على ما قاله أخي الدكتور عبد الله، وأنا لا أريد أن أتحدث ببعض الملاحظات. الملاحظة الأولى، أتقدم بالشكر الجزيل لعشائر بني حسن الذين كما قال الشيخ زيتون علاقتنا معهم منذ زمن بعيد ولم تنقطع اتصالاتنا وعلاقاتنا. وانا اشكر الاخوه الذين اتصلوا معي جميع نواب بني حسن، ولا اريد ان اذكر اسماء لانه كلهم ووقفوا معي ووقفوا ليعبروا بصدق عن مشاعرهم ومشاعر العشيره كعشيره. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، ان الموضوع يتعلق بمجلس النواب، وأنا كما قال الدكتور عبد السلام ليس لي قضية. وعندما تحدث معي دولة الأخ وطلب مني، وأنا مادة سميها حقيقة بعرف عشائري وجاهة، هي يعني حقيقة نشكر دولة الأخ
دائما هو جبل المحن، يتحمل الكثير في سبيل إصلاح ذات البين، يذهب بعيدا حتى يحقق الصلح ويحقق التسامح بين أبناء البلد الواحد، لأنه هدفه أن نكون أقوياء، بلد واحدة، جبهة داخلية واحدة، وهذه الأهداف تحققها دولته وصحبه الكرام بهذا التلاحم وهذه المحبة وهذا التفاعل الذي من حقنا من أدنى أهدافه أن وصلنا إلى هذا اليوم. الموضوع يعني شكر لدولة الأخ وشكر لكل الإخوان، وأنا قلت له في اتصال هاتفي وفي عندما شرفني أنه ليس لي قضية وليس لي مطلب وليس لي حقوق، أنا مسامح، لأنه إحنا كما قال الدكتور يعني إحنا كعائلة معروفة الحمد لله دائما السماح وال 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 ودائما نقف مع كل الناس، لا يديرنا ما يقوله الناس، وأنا لست أحسن من آبائنا وأجدادنا الذين فاتوا قصص كثيرة وكبيرة، وهذه قضية صغيرة بالنسبة لقضايا أخرى لجعنائنا العائلة فاتوا وسامحوا، وأنا لا يمكن أكون أكثر منهم، فأنا مسامح وأنا أشكر دولة الأخ، وأريد كذلك أن أشكر أبناء الكرك وأبناء الجنوب وأبناء الوطن. يعني اليوم أنا اتصل معي عدة أشخاص عندهم جهات في محافظة إربد وفي محافظة المطرة وفي محافظة الجرد، وهذا يدل على أننا نريد أن نكون صفا واحدا، نريد أن نكون جبهة قوية، نريد أن نقف سد منيع أمام أعدائنا، نريد أن نقف أمام التحديات الكبيرة التي تقف أمام الأردن الآن، تحديات داخلية وتحديات خارجية، ولا يجوز أن نسمح لهذه السفاس أن تؤثر على نسيجنا الوطني ولا تؤثر على مسيرتنا اللي احنا نعيشها في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني. فأنا أشكر دولة الأخ وكل الإخوان والنواب والأعيان الذين يعني اتصلوا معي وزاروني، وأثناء الجلسة وبعد الجلسة والأخت احنا ما عملنا الأخت فلت الدكتورة فلت عين أهلا وسهلا فيك الله يسلمك. فأنا عم شاكر ويعني ليس لدي أكثر ما أقول، شكرا إلى هذا الجمع، احنا مسعداء حقيقة أن يكون هذا الجمع شامل لكثير من رموز الوطن و ممثلي الوطن من كل الحال، ولا يدري إلا نشكر، وإحنا ما تعودنا مطلقاً يا ضيف أن نطيل الوقت لشرب القهوة، فاشرب قهوتك، لأن ما بدنا نطول وإحنا ما نحب القهوة طول. شكراً.